زي ما دايما بنقف كتير بالاهتمام والتقدير للكابتن حسن شحاته والكابتن فاروق جعفر والكابتن حلمي طولان وغيرهم من الناس المحترمه في ارائهم اللي بيحتفظوا للمنافس والله الكبير كابتن حماده عبد اللطيف. لا في نماذج طبعاً كتير طبعا، وكابتن حماده عبد اللطيف وكابتن ايمن يونس، كتير من الناس اللي بتتكلم كلام محترم يدعم ويعزز قيمه الرياضه وصوره الانديه مع بعضها بنفس الحده في مقاومه النماذج السلبيه الخبلانيه، لانه انت لازم تطرد العمله السيئه عشان العمله الجيده هي اللي تظهر. واحد من نجوم العمله الاصيله النقيه عبد الحليم علي، اتعلموها من حليم، وده نجم النجوم الهداف التاريخي لنادي الزمالك. الحقيقه في ظاهره برضو في بعض البرامج التفتيش في نوايا وانتماءات اللاعبين، وانا مش عارف اعلام ايه ده اللي ما يدعمش فكره الاحترافيه. ناصر ماهر بيلعب في نادي الزمالك، عبد الله السعيد اعلن اهلاويته كتير، دلوقتي هم بيلعبوا في نادي الزمالك، محدش يتكلم عن انتمائهم الاصلي ايه، ولا حد يتكلم على انه زيزو ياما قال انه اهلاوي. هذا لا يجب ان يكون طرحا اعلاميا. وتفيد بايه يعني؟ لانه اولا ما يفيدش، ثانيا انت ليه بتعكر صفو علاقته بناديه؟ هي الفكره بس انك انت مش بس كمان مع لعيبه حاليين، ده وصلت للتفتيش مع لعيبه بطلوا كوره بقالهم 20 سنه. بقول لكم عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك يتسأل هو الاهلي فاوضك ولا لا؟ نسمعه. هل انت كنت في وقت من الاوقات قريب فعلا للاهلي، ولا كان كلام محبين يعني حد بيحب الاهلي وعايزك تكون موجود فكان بيتكلم معاك؟ لا هو ده انا ما بحبش اروح للمنطقه دي بصفه عامه، بس هو النادي الاهلي نادي كبير. لا يعني حصل او ما حصلش، بس لا يعني هو بغض النظر التطرق للمنطقه دي فانا ما بحبش دايما ازايد على الانديه الكبيره، ليها احترامها وليها تقديرها. يعني حتى لو كان جالي حاجه مش هقول برضه. لا مش هتكلم، ما بحبش اتكلم في المنطقه. احترم طبعا ده. هتزايد ليه؟ هتزايد انت ازاي؟ انت معلش انا اسف، انت مين عشان تزايد على النادي الاهلي او نادي الزمالك؟ ازاي تطلع تقول انا لا انا مش انا ضد ده تماما. دي خلاص امور في الاوض المقفوله بتخلص وبتنتهي، وكل احترام والتقدير للانديه الكبيره. اتوره هي اشياء لا تشترى، واحد من اهم النماذج في التاريخ في هذه المنطقه تماما. هو لعيب كلعيب من الناحيه الفنيه محترم جدا، رائع جدا، هداف تاريخي لنادي الزمالك. مساله انه يروح الاهلي يروح الزمالك، هو راح الزمالك ما سبقها تاريخه منتهي. اللي فات بقى ده في يعني في تفاصيل احنا شهود عليها، لكن نحترم علاقته بالزمالك دلوقتي. لا علاقته بالنادي الزمالك هو ما كانش طرف فيها الحقيقه. يعني اللي حصل، المهم يعني ان اللي حصل انه راح الزمالك، اللي حصل انه راح الزمالك لان النادي الاهلي لم يتحرك بالظبط، بس وهو ما كانش يعلم حتى ان النادي الاهلي بيتحرك، لكن المهم او هيتحرك او مش هيتحرك، هو كان عرض من داخل النادي بتاعه، اللعيب ده لعيب كويس، طرح على النادي الاهلي، الاهلي ما اتحركش فراح الزمالك. لكن هو بقى انتمائه ايه؟ هو اكتر من يبقى الهداف التاريخي. بص ايه اللي اخلص النادي؟ لكن شفتوا بيتكلم ازاي على الاهلي والزمالك؟ قال لك دي انديه كبيره اكبر من ان انا ازايد عليها أزايد او اتكلم إيه؟ عليها. وايه قيمه انك تقعد تقول يعني ايه الانتصار؟ هو كان بيتسال عشان يقول ايه؟ الاهلي فوضني بس انا فضلت الزمالك رغم ان عرض الاهلي كان اكبر. هو ده اللي كان عايز يسمعه. بس في الحاله دي الراجل كان هيخترع كلام ولا هو قال مش هتكلم؟ فالحقيقه الزميل المحمودي استعار بيت أمل دنقل، هي أشياء لا تشترى. أتمنى أن تكون فعلا أشياء لا تشترى، وأتمنى أن كل الناس تحترم فكرة الاحترافية وتعزز فرصة كل اللعيبة الكبار والحاليين في علاقاتهم الاحترافية مع أنديتهم، سواء اللي في الأهلي أو في الزمالك أو في أي نادي. لأن احنا بنشوف اليومين دول حاجات غريبة وعجيبة جدا، ناس بتطلع من تحت البلاط، والله في ناس أنا لا أذكر أبدا أن أنا شفتهم في ماتش، لدرجة لما بشوفه على الشاشة بفضل منتظر أعرف مين ده، فألاقيه بيخبط في الأهلي. هو جاي عشان كده. لا والأهلي كلمه بتطلعه من تحت البلاط علشان بس هدفه. في واحد طلع قال لك
الاهلي فاوضني اه مفيش حاجه، مفيش حد تاني، مفيش اهلي تاني في مصر، كنت اقول لك ده اهلي فاروسكور ولا اهلي فين يعني. المهم هي اشياء لا تشترى، اتعلموها من حليم، لانه عبد الحليم علي نموذج زملكاوي جدير بالاحترام.